السلام عليكم خوتي، فيديو جديد موضوع جديد. اليوم غادي نشوفوا الحجم الحقيقي ديال الدول. كمثال، الا شفتي اي خريطة حديثة غادي تلقى ان جزيرة غرينلاند كيعادل الحجم ديالها حجم قارة افريقيا، لكن الحقيقة هي ان افريقيا اكبر من غرينلاند ب 14 مرة. وغادي تلقى ان اوروبا كتبان اكبر من امريكا الجنوبية، لكن في الواقع امريكا الجنوبية اكبر من اوروبا بمرتين. فحجم البرازيل فقط تقريبا كيعادل حجم اوروبا. وكمثال اخر، روسيا اكبر دولة في العالم كتبان اكبر من افريقيا بمرتين، لكن في الحقيقة فهي تعادل فقط نصف حجم افريقيا. وكذلك كندا اللي كتبان قد افريقيا في هذه الخريطة، ولكن الحجم ديالها حقيقي هو اقل من ثلث حجم افريقيا. والهند اللي كتبان صغيرة حجمها كيعادل تقريبا ثلث حجم اوروبا. والصين حجمها اكبر من حجم اوروبا بكثير. وكمثال اخر، الجزائر اللي هي اكبر دولة في افريقيا اللي كتبان صغيرة مقارنة باوروبا، ولكن في الواقع الجزائر كتساوي ربع حجم اوروبا تقريبا. اما القطب الجنوبي اللي كيبان كبير بزاف، في الواقع هذا هو الحجم ديالو الحقيقي. هاد الخريطة اللي كتسمى بخريطة ميركاتور اخترعها الجغرافي جيراردوس ميركاتور في عام 1569، وكانوا كيخدموها البحارة، وساعدت الدول الأوروبية لقرون في نشر هذه الخريطة، خصوصا في دول العالم الثالث، لأنها كانت كتبين أنهم دول كبيرة، بينما في الواقع دول أوروبا أصغر بكثير من أغلب دول العالم. وهذه خريطة كتبين ليك الحجم الحقيقي ديال كل دول العالم بدون زيادة أو نقصان. كنتمنى يكون هذا الفيديو فاتكم، وما تنساش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة، لأن 99% تقريبا من الناس اللي كيشاهدوا هذه الفيديوهات مشتركينش في القناة.